الو الو، استاذه دعاء، ازاي حضرتك؟ اهلا، ازيك يا منال؟ الحمد لله تمام. احكي لي يا منال، حصل معاكي الموقف ده؟ هو انا كنت متجوزه من 9 سنين اوكي. وعشت معاه حوالي 3 سنين بس بطريقه متقطعه، يعني مش 3 سنين متواصله. هو كان بيسافر وبعد كده نزل القاهره من غير ما كانش فيه شغل، ساب الشغل بره. خلفت بسرعه، يعني كنت حامل في ابني بسرعة. أول ما ابني تم 2 سنين هو اختفى. هو مجرد أنا رحت بيت أول ما أهلي ابنك تم 2 سنين، إيه اللي حصل؟ 2 سنين هو اختفى، اختفى؟ خد أو باع الشقة وباع أو خد العفش ومشي، مش عارفة أي حاجة عنه من غير ما يقولك ولا من يمهد غير لك؟ أي يا ستي مقدمات بقى. يعني هو مرة واحدة أنت مش حسيت. سامعة المكالمة؟ لا خالص. طب معلش نعلي الصوت هنا في الاستوديو. تمام. هي اتجوزت 3 سنين، أول ما ابنها تم 2 سنين جوزها اختفى، باع شقة الزوجية؟ باع الشقة الزوجية وخد العفش، يعني انت كنت خد العفش فين؟ كله. كنت أنا ساعتها عند ماما، كنت عند ماما غضبانة ولا كنت عند لا ماما؟ لا لا خالص، بعلمه يعني راح عند ماما زيارة أنا وابني. كنت في زيارة لماما. زيارة لماما عادي، وهقعد عندها 2 3 يومين. طيب كانت في زيارة لمامتها، يمكن انت مش سامعة، معلش محتاجين الصوت يبقى في الاستوديو يا شباب. هي كانت في زيارة عند مامتها، صحيت من النوم او لقيته باع الشقة وخد العفش، وبعدين ورقتك جات لك ولا ايه اللي حصل؟ لا طبعا، هو انا عشان اعرف انفصل رفعت خلع، ما هو انت ما لقيتيهوش. مش لاقياه اصلا. انا مش عارف، انا فضلت على ذمته 3 سنين، على ذمة راجل فجأة ثلاث سابك؟ سنين غير ال3 سنين اللي انا قضيتهم معاه. طب قولي لي، ظهر بعد كده؟ ظهر بقى على السوشيال ميديا، يفضل يبعت لي يقول لي عايزه صور ابني، ينفع تبعتي لي الصور بس؟ يعني هو صور ابني؟ بس عايز يشوف شكله بقى عامل ازاي طب دلوقتي. وحد قال له يعني يمشي او يختفي كده؟ يعني هو ما سألتيهوش طيب ايه اللي حصل؟ ما هو رجع بقى بعد ما انا تجاوزت المرحلة دي، بعد يعني انا ما تجاوزت الفترة. يعني كانت اول 2 سنين هو اصعب 2 سنين عليا. كانوا يعني اصعب دلوقتي 2 سنين. بعد ما انا بدأتي تخفي ويحصل تتعافى هيلينج تتعافي، ظهر، فما ظهر بقاش فارق معاكي. مش خالص مش نهائي عايزة تعرفي. نهائي، وفي نفس الوقت مش عايزه العب بمشاعر ابني، مش عايزه يدخل في حياته الناس دي وهو مجانين. اصلا عديم المسؤوليه. يعني مش هيكمل في طب الطريق. وهو يعني الناس دي يا جماعة، يعني هو قدام نفسه مش مستحقر نفسه الحركة اللي عملها دي، وهو عنده ابن وزوجة على خالص ذمته، خالص وانتي خالص ما ما جاش فيش. في بالك؟ طب قولي لي، طب برضو انا ببقى عايزة افهم، انتي ما عندكيش الفضول انك تعرفي ايه اللي حصل؟ كان الأول، حاليا أنا أهم حاجة دلوقتي عندي نفسية ابني. يعني وهو أما طب هو فين؟ عايش في مصر ولا سافر؟ عايش عايش هنا، عايش هنا. وما طب ما بررلكيش، معلش اصل انا كان حصل لي، ما قالش. ما بسألش بقى. يعني هو أما رجع كنت أنا خلاص تجاوزت، إن هو بقيت أقول يعني هو خد عفش وباع شقة. هو كان نظرته مادية، لكن أنا خدت روح مش هتتعوض أصلا. صحيح صحيح. طب انت دلوقتي الوضع ايه يا منال؟ أنا بشتغل وبصرف على ابني وبس، هي عايشة الحياة كده. أنا بقالي منفصلة دلوقتي أكتر من داخل على 7 سنة، و يعني مكرسة حياتي كلها لابني. ربنا يعوض عليكي ان شاء الله. يا شكرا ليكي. عندنا فاصل، وبعد الفاصل مروه هتعلق على قصه منال. منال قبل الفاصل فجاه بدون ابداء اي اسباب رايحه تزور مامتها، رجعت لقيت جوزها بايع الشقه وبايع العفش ومش موجود، وحتى ما كلفش خاطره يقول لها طب انا هطلقك. لا، حتى ده ما طلقش، ده مشي خالص، وهي اللي رفعت خلع بعد 2 سنين او حاجه عشان تعيش، تعرف تعيش. ايه ده؟ لا ده هو كده، هو عنده من المبررات اللي ما تخليهوش يشوف او يحس ان هو ظالم او مريض نفسي او غلطان. الفكره بقى انه منال، في ناس مستغربه انت حتى مش عايزه تساليه عمل كده ليه؟ هي مش هتساله لانه جالها بعد فتره تجاوز وتعافي كامله.
هي قعدت سنتين تدور عليه، وقعدت سنتين عايز تعرف هو عمل كده ليه، وبعدين قررت انها تنفصل، وزي ما قلت لك اشتغل واصرف على ابني. فهي تعافت، هي لا تجاوزت. والموضوع يوصل انه مش فارق معاها خالص. ما هو طبعا لان انا تعافيت، هو هي بالنسبه لها وصلت لحاجه كده في علم النفس بنسميها جراي روك ميثود. انت انا يعني بالنسبه لي صخره، انا بقيت يعني مشاعري بالنسبه لك انا طوبه، ولا بحبك ولا بكرهك ولا انت فارق معايا، انا فارق معايا ابني، فانا مش هحط ابني في اللعبه دي تاني، لانه هي فهمته انت هتظهر في حياه ابنك وبعد كده هترجع تختفي. فابنك في سن وده مش هيستحمل اللي انا استحملته لمده 3 سنين. هي بتقولك منفصله بقالها 7 سنين، وانفصلت بعد ما هو اختفى ب3 سنين. يعني بقالها 10 سنين يا جماعه بتتعافى. 10 سنين. طب وليه الناس تعمل كده؟ عشان توصل للمرحله دي. يعني ما نبقى واضحين وخلاص، ما نمشي وحد ماسكه، يعني ما نقول انا مش قادره اكمل ونمشي، انما نصحى من النوم نلاقي الناس شبح كنت عارفه من عالم الجن مثلا كدا.